مستمعين الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. تحياتي الخالصة لكل مستمعينا وكل متتبعينا في برنامجكم سيداتي سادتي، تحية محبة للجميع، كل عام وأنتم بألف خير مستمعينا الكرام. اليوم لقاء اللي غيجمعنا بكم حتى الوحدة دائما بطعم المحبة، كنرافقكم مستمعينا. ماشي بالضروري الحب يكون عنده تصور معين، ولكن الحب كنعيشو به بطبيعة الحال، حبنا لأبائنا لأولادنا لأزواجنا لعائلتنا لأصدقائنا يعني لزملائنا الإخوان ديالنا، فهذا كله أكيد أنه تعبير على الحب. ماشي عيب أنه نقولوا بعضياتنا كنبغيو بعضياتنا كنحبوا بعضياتنا، فرصة فين يمكن أننا نخلقوا واحد الجوم الفرح، واحد الجوم السعادة، واحد الجوم الهدايا، وفرصة فاش يمكن نخلقوا واحد لحظة من اللحظات الممتعة. فعلاش لا، ما نترددوش في هذه المسألة بغض النظر على رمزية اليوم، بغض النظر على ربما يعني التوجه اللي يمشوا فيه بعض الناس، ولكن اليوم فرصة اللي يمكن نخلقوا من خلالها واحد اللحظة اللي نقولوا فيها لواحد شخص كنبغيو، رحنا كنبغيو بصفة رمزية أو لسامبوليك، مش بالضروري بتوجه ربما اللي كيظنوا بعض الناس. فتحياتي للجميع، تحياتي لكم مستمعينا الكرام، كنحبكم جميع، كنتمنوا دائما نكونوا عند حسن ظنكم. هذه فرصة اليوم باش نقول لكم اللي كنحبكم، وأنا شخصيا كنحبكم، وبفضلكم بعد الله سبحانه وتعالى كنزيدوا القدام. كنتمنوا أننا دائما نكون عند حسن ظنكم وتطلعاتكم، نكونوا كنقدموا لكم كل ما كيرقكم وما كيفيدكم وما كيسهل عليكم مصاعب الحياة. فتحياتي لكم مستمعينا الكرام، وبالمحبة وبالود نلتقي، وأكيد أنه به نتواصل، فكنتمنوا دائما نكونوا عند حسن ظن للجميع. اليوم كيف ما قلنا لقاءنا بالمحبة، ويكون معنا بعض اللحظات بطبيعة الحال مصمم الأزياء التقليدية عبد الوهاب بن حدو. اليوم غيكون حديثنا على الأزياء التقليدية بطعم الحب، ففرصة اليوم يمكن أن نقترحوا عليها ونقترحوا على السيدات والسادة، علاش لا ما تكونش الهدية هدايا يعني ملبسنا التقليدي، علاش ما نديروش واحد اللمسة تقليدية بالألوان على لباسنا اللي يمكن ناخدوها فرصة فاش يمكن يحتفلوا ربما أو لا يخلقوا واحد لحظات الاحتفال، الأزواج مع بعضهم أو للوالدين مع وليداتهم، علاش لا ماشي عيب أن نحتفلوا. الملاحظة أنه كثير من الناس اليوم ربما إضافة إلى كلمات الحب أو كلمات يعني العشق أو كلمات الجميلة جدا اللي كيتبادلوها الناس اليوم، كيف ما قلت أنا كنعاود نقول بأنه مع أولادنا مع والدينا مع أزواجنا مع أحبابنا مع أصدقائنا، ف تكون كتقبل هذه الكلمات تكون مرفوقه اليوم ببوكيت فلور، ولا مرفوقه ب يعني بعطر، ولا مرفوقه بهديه رمزيه معينه، فتكون فرصه بطبيعه الحال اننا علاش لا نتكلموا على الزي التقليدي ونتكلموا على اشياء تقليديه. فتحياتي لكم مستمعينا. واليوم معنا صابر، خديتي الكادو ولا مازال؟ ما يشوفش فيها صابر، غنقولها الوفاء، خديتي الكادو ولا مازال؟ صافي و انا سلامتك، صافي خدا الكادو، اذا نبقى تسمع اليوم باش نشوفو. كل عام وانتم جميعا بألف خير مستمعين الكرام، احنا مازالين مواصلين معكم، مازال مستمرين في لقائنا، غنتوقفوا للحظات مع فاصل موسيقي وراجعين نستقبلكم، راجعين نتواصلوا في حديثنا، راجعين نستمروا بطبيعه الحال في الدردشه ديالنا. فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وتحيه خاصه جدا في هذا النهار هذا زميلنا وصديقنا والعزيز علينا مهدي فرحي بطبيعه الحال اللي احتفلنا بالزفاف ديالو نهايه هذا الاسبوع، فكنقول له الف مبروك والله يكمل عليكم بالخير. وتحياتنا لمهدي وهبه اللي كيسمعوا لينا دابا، وان شاء الله بالرفاء والبنين وبكل ما كتمنوا يا ربي، ويجمعكم ربي بما فيه خير. لحظات ورجع لكم مستمعينا، بقوا معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم. سيدتي سادتي، تحياتي الخالصة لكل أوفيائنا ولكل مستمعينا، كنرحبوا بالجميع وكنتمنى لكم يوم سعيد، وتحية تقدير لكل أوفيائنا الكرام، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا. إذا كيف ما قلنا اليوم لقاءنا غيكون بطبيعة الحال للحديث على الزي التقليدي بلمسة الحب بطبيعة الحل،
ودائما في انتظار ان يلتحق بنا عبد الوهاب بن حدو اللي هو يعني مصمم ازياء تقليديه. بطبيعة الحال اليوم هي فرصة كيف ما قلنا باش يمكن لينا يعني لا بغينا نقولوا نخلقوا واحد الجو من 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 المتعة، واحد الجو من السعادة، واحد الجو من الفرح، واحد الجو من المرح، بعيد عن أي تصور آخر، لأنه ربما يمكن إلا غير بعتنا برسالة نصية لشخص معين وأفصحنا عن المحبة ديالنا كيف ما كانت، محبة يعني محبة صداقة، محبة عشق، محبة حب، ماشي عيب. فأكيد أنه كيكون عنده تأثير وتأثير قوي على النفسية ديالنا بطبيعة الحال. كنرحبوا بكل المستمعين وكل أسئلتهم. أكيد أنه زي التقليدي ديالنا فيه كثير ما يتقال وفيه كثير يعني ما يمكن أنه يتصدف. ربما كثير من الناس كيطرحوا السؤال واش يمكن لنا أننا نختاروا ألوان معينة في زي تقليدي، ربما لو الأحمر كيبقى نوعا ما حكر على السيدات، كيفاش نعطيه هذه اللمسة بالنسبة للرجال. كنظن بأنه كثير من الناس يمكن لهم يطرحوا هذا السؤال، ولكن أكيد أنه يعني مجال الإبداع مفتوح أمام الجميع، والألوان كلها يمكن لنا نلبسوها بطريقة معينة. كان رحب بعبد الوهاب انضم لنا، مرحبا بك عبد الوهاب. الله يبارك فيك. خذ نفس بشوية عليك. سمحوا لي على التعطال. ماشي مشكلة. البارما اليوم كلهم كيخرجوا باش يشريوا الورود. عبد الوهاب اليوم ما بقاش فيني بلاصتي. تماما هذا هو الموضوع. مرحبا. عبد الوهاب كل عام وأنت بخير. وأنت كذلك والفرقة ديال ميد غاديو كلها إن شاء الله، ونتمنى لهم عيد مبارك. والله لا فيك جمعة. علاش لا ما يكونش عندنا هذا المبدأ ديال أننا بطبيعة الحال نخلقوا لحظات ديال السعادة ولحظات ديال المحبة مع بعضياتنا، ماشي بالضروري توجه عقائدي معين، ولكن مادام كاينه فرصة أننا نخلقوا واحد اللحظات من المتعة ومن السعادة، علاش لا؟ علاش لا؟ خاص الإنسان يتأخر. نتفق معك الأخت فينا. عبد الوهاب شنو غادي تقترح علينا اليوم؟ كيفاش نقدروا شنو نقدروا نختاروه من البلدي مثلا نقدروا نهديو به بعضياتنا، ولا كيفاش نقدروا نلبسوا البلدي احتفالا مثلا بالنسبه للازواج دايرين عشاء في الدار، ولا مجموعين مع وليداتهم محتفلين بطعم المحبه، شنو ممكن نقترحوا عليهم؟ هي اي حاجه ممكن تلبس في هذا المناسبه، لانه ماشي بالضروره خصنا نلبسوا شي واحد الحاجه اللي هي اوروبيه باش نسمعوا اننا رحنا كنحتفلوا بهذا العيد. هو يقدروا يلبسوا القنيدرات، يقدروا يلبسوا جابادورات، يقدروا يلبسوا غير هي انا في الهدايا فين نقدر نجيب واحد النقطه واحد الميزه جديده. هو انه في الهدايا ماشي بالضروره اننا نهديو شي حاجه باللون الاحمر، نقدروا نهديو اي لون، ولكن لومبالاج ديال هذه الهديه تكون في اللون الاحمر اللي هو اللون اللي كيعبر على الحب. دونك وانا كنقترح ضمن الهدايا اللي يقدروا نهديو للرجال هما يكونوا شي قصات اللي هما قصات اللي هما خفاف وبحال معطف تقليدي، ولا اشارب، ولا اكسسوارات اللي هما تقليديين. ماشي بالضروره اننا نهديو جلابه ولا نهديو قندوره ولا نهديو بلغه، حتى هي هديه يعني جميله جدا. ممكن تكون هديه بيرسوناليزي بغينا نقولوا. لكن مثلا اشارب يدار بالشوشات مثلا شوشات ولا بالتكرير ولا بشي حاجه بالاسم ديال الشخص اللي كيتهدى ليه، غتكون هديه اوريجينال. تماما يقدر هو هاد الاكسسوار يزيدوا على اللباس كيلبس كل نهار. ماشي بالضروره اننا نهديو ليه هديه 100% تقليديه، لاباس انها تكون اوروبيه ولفيها فيها لمسات مغربيه. بالنسبه للبليغات نقدروا نختاروا بليغه مثلا بيرسوناليزي اللي يمكن نهديوها في هذه المناسبه. تماما نقدروا نصبوا بليغات، نقدروا نصبوا الشابوات هما ماشي مع الشابوات هما مزيانين، نقدروا نصبوا مع معطف اللي هو مصيب بصفه تقليديه بطريقه تقليديه، نقدروا نديروا دي كاب حتى هما الرجاليين ولا دي جيلي طوال، نقدروا نديروا شي حويجات اللي هما اللي براتيك اللي ماشي تيتقلوا على اللباس ديالنا ويكونوا في السهلين في الانتروتيان ديالهم. نقدروا نلبسوهم مستداولين، واللي احسن هو اننا نهديو مثلا معطف يكون مبطن بالاحمر ولا شي حويجات فيهم داك لاطوش ديال هذا اللون اللي داك باش داك اللبسه اللي كنهديو تبقى ديما وقت ما نلبسوها تذكرنا بداك اليوم اللي تهدات لينا ليها.
تهدينا فيها. لا بغيدي نوقف عند هذه النقطه هذه. دابا لاحظت هذا العام كاين اقبال بزاف على السلهام سواء بالنسبه للنساء ولا بالرجال ولا بالنسبه للرجال. والملاحظه انا هذا العام شفت بانه في حتى لي كرياسيون ديال القفطان بزاف كيكون قفطان مثلا موبرا من بيت او كيدير سلهام من فوق. تماما. البيسه مثلا تكشطه كيدير سلهام من فوقها. كاين تركيز هذه الفتره هذه على الـ 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 يعني الكشمير وعلى المليفه كأثواب اللي داروا وعلى المبرة كأثواب اللي داروا منهم سلاهم. بالنسبه للرجل واش يمكن ان نختاروا مثلا هديه في هذا الاتجاه هذا؟ تماما يمكن نختاروا هديه. حتى هو يختار هديه في الاتجاه هذا اليوم عنده اليوم زوج. تماما. مابقاش الحال النساء راه حنا اللي كنتسناو الهدايا اليوم اكثر منكم. صحيح كنتسناو اختو كاين كلشي كيتسنى الهديه ديال عندنا. هو السلهم اخ هو هاد الميزه ديال السلهم في هذا الوقت جات معطله بزاف لانني انا كنظن ان السلهم ولا ان واحد المعطف اللي هو من الفوق اللباس اللي كنلبسوا خصو يكون ضروري في هذا اللباس حيت كنلبسوا واحد لوفغ كنلبسوا واحد لاطوال اللي هي لباس تقليدي وكنخصنا ديما نحميوها بداك المعطف ونكملوا الجماليه ديالها بداك المعطف باش من حيدوا ذاك المعطف كتبان الجماليه ديالها الكامله. دونك ديجا هاد القضيه ديال السلهم جات معطله خصها تكون اساسيه نورمال تكون اساسيه واي سلهم بحال القميجه ملي كنلبسوا قميجه مع كوستا كنديروا فوق منها الفيستا باش كنحميو القميجه ملي كندخلوا لشي بلاصه كنحيدوا الفيستا وكنبقاو بالقميجه ديالنا. هذا هو الجيمناستيك اللي خصها تكون في اللباس التقليدي والبلدي. نرجعوا دابا للموضوع ديال واش هو هي هديه جميله جدا وهي اللي مزيان فيها هي ان يمكن لها تمشي بزاف باشكال مختلفه من القصات. كاين طويل كاين بالطربوش كاين بلا طربوش كاين القصير كاين اللي سوغ ميزور كاين اللي ماشي سوغ ميزور اللي واسع شويه. دونك تماما هي فكره جيده جدا ونتمنى ان المغاربه رجال ولا نساء يتعودوا على هذا اللباس اللي هو لاكاب ولا السلهم. نعم واكيد حنا الدردشه مازال مستمره معك بطبيعه الحال عبد الوهاب اليوم بطعم الحب علاش لا. اذا هذه افكار يمكن انا عجبتني بزاف الفكره ديال انه نقدروا ناخذوا كاب ولا ناخذوا مثلا سلهام ولا ناخذوا انا تنقول النساء والرجال بجوج. تماما. ويكون مثلا بحال مثلا صورتوا سلهام مثلا في الاسود مبطن بالحمر فريمون غتبقى لي دائما حاضره بانه تعطف هذه المناسبه هذه. انا كنعاود نرجع بانه ملي كنتكلموا في هذه المناسبه كنتكلموا على رمزيه المناسبه ما كنتكلموش على توجه اخر لان كتولى الحديث عن ذلك. فاحنا كنتكلموا على الرمزيه ديال الاحتفال كنتكلموا على لحظات اللي نخلقوها مع بعضنا. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بانه الهديه خاصها تكون وتهادوا تحابوا فوالا اذا كيشجع على الهديه في كل ما كانت ممكن الفرصه كل تكون كل يوم صعيب باش شويه غير حنا الهديه ماشي ضروري خاصها تكون بالماتيريال الاقتصادي. الهديه هي كلمه راه هديه الكلمه الحلوه راه هديه. دونك نتمنوا تكون الاعوام كلها هدايا ولكن اليوم ما خاصك راه قبيله جبت صداع صعبة ضروري اليوم ما خاص الكادو. نمشيو ناخذوا معنا مكالمه ناخذوا معنا لاله رجاء من فاس. مرحبا بك لاله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ديالي عيد حب سعيد لكم وصحاب. مرحبا لاله كل عام وانت افضل الله يطول عمرك. شكرا. انا عرفت دابا جديده ان شاء الله. الله يكمل بالخير. جاوني واحد الجواب زوج زوج ديال الوسطى وفيه الموزون وفيه واحد الطاس في الموزون هادي السيطة وثوب ديال قميص الجلابه ديالو حتى هو في الغوز حتى هو في الحمر والباز فيه جوج ديال لي كولور. ما عرفتش باش غادي نخيطهم صراحة ماشي فكرة لعب والدي واخا لا. وعندي واحد بيج واحد اخر نيت جابوه ليا فيه الغوز فيه هو داير بحال الصاري وفيه لابوند غوز وهو في الباز. هذاك تبعته يلا تبعته يتخيط ليا درتو قميص وجلابه مفتوحة من الفوق. نعم. و نخيطو براندا ان شاء الله. واخا لاله رجاء. لاله رجاء انا غادي نرجعك للسوندا خلي لنا التليفون ديالك وغنتواصلوا معك ان شاء الله في حلقه الغد لانه غدا اللي كيكون حديثنا على اللباس البلدي بطبيعه الحال النسائي. فاهلا وسهلا مرحبا لاله رجاء وتكون فرصه ان شاء الله باش نجاوبوا على كل اسئلتك بكل فرح. اذا نرجعها للسونداغ وتاخذ سميحه رقم الهاتفي ديالها. نمشيو لشيشاوا معنا لاله مريم. مرحبا بك لاله. اهلا وسهلا. انا خصك تكوني دابا؟ الحمد لله لاله الله يطول عمرك انت على خير؟ كل شيء بخير الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيك. شكرا لإذاعة الميد راديو. الله يطول لي عمرك لاله بارك الله فيك مرحبا. يا
تحية للنامية والعطاري. مرحبا، شكرا لك. بغيت انا اليوم بغيت نخرج مع الخطيب ديالي وعندي بغيت نلبس جلابة وانت عندي جلابة في الخضر وفي الزرق وبغيت جلابة. كيفاش جلابة عندك في الخضر وجلابة عندك في الزرق ولا؟ عندي جوج. ايه وبغيت نشوف واش ندير الفولار بحال انت. انا محتاجه باش ندير فهمتي بغيت واش ندير الزرق ولا الخضر. دابا السؤال ديالك على الدريره. اه نعم واخا. وبغيت النمره ديال طبيب قريبا دكتور. واخا رجعك صندا غير لا بكل فرح. اليوم هذا اقتراح ماشي اجابه على خصنا نعرفوا البشره ديال انيسه كيفاش دايره باش نعرفوا. هي قالت عندها جلابه في الخضر وحده اخرى في الزرق. الخضر راه كان احسن. الخضر لون الحياه. لون الحياه. تكون خضر وتكون الفولار الا كان باللون اللي برونكاسي ولا ابيض يكون اجمل. اذا غادي يهرس ذاك اللون ديال الحال. احنا دائما مواصلين في استقبالكم مستمعينا. كنرحبوا بالجميع وبكل اوفيائنا الكرام دائما معنا عبد الوهاب الاجابه على كل اسئلتكم. عبد الوهاب شنو يمكن لك تقترح علينا اليوم كهدايا؟ نرجعوا شي شويه لوتر كاسكيت. الهدايا انت عزيز عليك بزاف لي زومبالاج. تماما. لا انا ماشي عزيز لي زومبالاج يكونوا بيرسوناليزي. هما هو اللي هي الميزه اللي كتعطي لك الهديه حيت الهديه الداخل ديالها تيكون هديه راه هديه ولكن اللي كيبهرنا هو الامبالاج كيفاش كيكون. وانا اللي كيعجبني هو يكون امبالاج اللي هو تقليدي اللي هو مصيب مثلا بشي حويجات اللي حنا البلاد ديالنا كتميز بهم اللي هو الدوم اللي هو علاش ما نديروش شي طبق فيه الورود ونهديوه حتى هو. بالعكس عندنا بزاف الاشكال ديال الهديه وفي المناسبه عطى الله الهدايا اللي نقدروا نعطيو واللي يقدروا يكونوا غير سيمبوليك ماشي بالضروره اننا نمشيو ونديروا داك شي حاجه تكون غاليه ماشي تكون غاليه ولا نديروا داك لاكت اننا نمشيو. اذا كنا نقدروا نصوبوا ناخذوا غير طبق ونديروا فيه الورد نقطعوه داك الورد نقطعوه ونرجعوه مقصورين ونستفوهم كاملين ونديروا قبه ديال الورد ونقطعوه بالسلوفان راه هديه جميله جدا بالنسبه لهذا. وكتعبر من وراء هذه الهديه انك درتي واحد المجهود اللي هو مشيتي خديتي الورد وقطعتيه خديتي الطبق ديال ودرتي فيه الورود وطلعتيهم بحال قبيبه درتي السلوفان من الفوق وعقدتيهم بواحد القطان ولا شي حاجه اللي بالشوشات كتعطي واحد الجماليه. دونك ماشي بالضروره ان نديروا واحد المجهود باش نديروا هذا. يعني عبد الوهاب ديما كيمشي لاسبي تراديسيونيل. تماما حيت كنفتخروا به وكنحاولوا ندخلوه في ايامنا في يوميات ديالنا علاش لا. وبالنسبه للهدايا بغينا نرجعوا للتقاليد نقدروا ناخذوا مثلا دابا تبارك الله ان الناس كيديروا هادشي ديال التقليد وهادشي ديال البلدي بزاف ونحاولوا نديروا الشابو مع البلغه ديالو ولا ناخذوا نديروا نصوبوا كاب ولكن هنا خصنا ناخذوا وقتنا باش نحاولوا نديروا داك الشيء على ما يرام. ناخذوا الكاب ونديروا معاه البلغه ديالها ولا نديروا الشابو البلغه داك الشابوات اللي كانوا كيتلبسوا شحال هذه. دونك عطى الله الهديه وكل واحد وكيفاش كيفاش غياخذ هذه الامور. زعما كنا خصنا نعرف انت شنو كتبغي باش نحاول نهدي لك الهديه وتكون بيرسوناليزي. هادشي اللي بغيت نقول. نعم يعني ربما هي مساله كتبقى بمساله التوجه ديال كل واحد ومساحه العلاقه مثلا ما بين كل واحد وكل واحد. تنعرفوا الميول ديالو شنو كيعجبو شنو اللي كيبغي شنو اللي كيبغي يتقدم له بطبيعه الحال كهديه. ولكن كثير من الناس كيركزوا بزاف على الشوكولا على البارفان دابا زعما في نهايه السنه في هذه المناسبه بصراحه ما كيكونش شي حاجه اللي هي كنقلبوا على السهله. كنقلبوا على السهله تماما. انت قلتها الاخت سكينه وهي راه ماشي راه سهل اننا نديروا الا كنا كنبغيو شي واحد راه المجهودات كنديروا مجهود كتبان واخا تكون خفيفه وكنديروا مجهود بلا ما كنشعروا. غير انا كنصح الناس انهم يديروا هذا المجهود واخا يكون صغير. اذا كنا نهديو مثلا غا واحد الحجيره ولا بوندونتيف ولا هذا نحاولوا لومبالاج نشريو مثلا واحد الطبق كبير ونديروا لداخل فيه الورد ولا لي كوكياج نحطوا ذوك لي بيتال ديال الورد الوريقات الورد حمرين ونلوحهم ونحطوا هذاك من الفوق منه واخا هو صغير ولكن حنا نعدموا ذاك كيبان فالوريزي كيبان فالوريزي واخا كتكون واخا ماشي ديامون واخا ماشي شي حاجه اللي عظيمه جدا ولكن كتعطي واحد الرونق سورتو هذوك المجهودات اللي كنديروا في هذه الناحيه. فن تقديم الهديه فن تقديم الهديه مهم جدا.
اكيد حنا مازالين معاك عبد الوهاب في هذا اللقاء حتى الوحده. غنتوقفوا للحظات مع فاصل وراجع لكم مستمعينا الكرام. دائما بطعم المحبه كنرحبوا بكل مستمعينا وكل اوفيائنا. نتوقفوا مع هذه الايقاعات. اهداء لكل الاحباب فين ما كانوا, اهداء لكل اباء, لكل امهات, لكل ابناء, لكل ازواج, لكل يعني لكل الناس, كل من قلبه كينبض بمحبه طيبه وبالكلمه الطيبه وبالخير. فنقول لهم كل عام وانتم بالف خير. لحظات وراجعين. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو. مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم. سيدتي سادتي, سعيدة بلقيكم التواصل معكم مستمعينا الكرام. تحياتي للجميع, تحيات محبة لكم أوفيانا الكرام فين ما كنتوا. كنحب كل مستمعينا لا غنقولها كنرجع تحية لكل أوفيانا. كنرجع تحية لصابر دائما مشاغب بطريق شو زعما واقع كنحاول أنني على أي حال. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام, كنرحبوا بكم. وأكيد أن لقاءنا مازال مستمر حتى للوحدة. غادي نواصلوا الدردشة ديالنا دائما مع عبد الوهاب بن حدو, مصمم أزياء تقليدية رجالية. وتكلمنا على مجموعه من الامور اللي يمكن اننا يعني نفكروا فيها كهديه في هذا النهار هذا. غادي نرجع عندك عبد الوهاب, ملي كوليكسيون ديالك اللي تبعت معاك كنشوف بانك كتجرأ انت دائما على الالوان, يعني شي الوان ما كنتصورهمش انا كاع يمكن يلبسهم الرجل. كيخرجوا تبارك الله من يديك روعه يعني ومي كيلبسهم الرجل كيبهجوا كيبهجوا الشكل ديالو, كيجيو مواتيين, كيجيو راقيين, كيجيو زوينين. عندي غير واحد الاشاره هنا نزيدها اختي كاينه, هو ان الالوان كي كل شيء عنده حق في الالوان, المرأة ولا الرجل, وكل شيء في التشكيلة ولا في القصة ولا في الألوان قصة, هي قصة توازن في الألوان. هذا هو اللي كنت بغيت نشير ليه, ربما ماشي أننا الألوان كيجيو مع كل شيء وهما بدرجات وكل شيء عنده حق في الألوان, غير هي العملية فين كتم في التوازن ديال الألوان. نعم, عندو في هذه الحالة هذه أنا كنت شفت بأنك درتي كوليكسيون فيها الأحمر, فيها الأحمر, فيها الأزرق تماما, فيها يعني لو ستيل ديال الماغ. غتكون أسهل أنك تقول فيها كاع الألوان إلا الأسود وإلا البني وإلا الألوان الأساسية اللي كيختاروها الرجل ما كتكونش في الكوليكسيون ديالك. ماشي بزاف, كتكون بواحد النقطة بواحد الشكل اللي هو قليل, حيت كنظن أن الألوان حتى إلا درتي الأسود كتبطنوا بشي لون فلاشي. تماما, والألوان كيعطيو واحد الرجل أو المرأة اللي كتجرع على الألوان هما الناس اللي كيكونوا عندهم ثقة في نفسهم اصلا. والناس تيقول لك لا هذا اللون علاش لبستي هذا اللون, هما الناس اللي ما كيتجرؤوش في حياتهم العمليه انهم في حياتهم الطبيعيه ولا هذا انهم يلبسوا الوان. دونك بالعكس خصنا نعرفوا الالوان اللي كيجيو معنا, وخصنا نتعودوا اننا نلبسوهم بشكل متوازن, وخصنا نعرفوا اننا نسقوهم بشكل جميل. نعم. عبد الوهاب, الا طلبنا منك قندوره مثلا او جليبه اليوم تكون بلون الحب, كيفاش يمكن انها يعني توضع انت في لا كرياسيون ديالك, يعني كيفاش تقدر تمزج اللون؟ نقدر نمزج اللون, نقدر ندير بعدا ماشي جلابه, نقدر نديرها جلابه بلا كمام ونحلها شويه الصدر ديالها وتكون كلها سوداء الجلابه, ولكن لتحت غيكون جبادور بالاحمر ومخدوم بالاسود, وهيكون مخدوم بالمعلم باش بالكعب الاسود باش نطغى على ذاك الاحمر اللي هو غيكون طاغي شويه, ولكن غيكون طاغي شويه غير الا كان بوحده, ولكن ما غندخل عليه الاسود لا في خدمه اليدين لا في التحت ديال الرجل, وغنكون لابس فوق منه هذاك الجلابه بلا كمام. تنظر انه غيكون متوازن وغنكونوا في نطاق هذه المناسبه. نعم, يعني حتى هنا راه يمكن الرجل يلبس الاحمر ولكن بهذه الطريقه مثلا. تماما, الاولى نقدروا نديروا غير نص جلابه اللي هي جلابه معطف ونبطنوا لها الكمام ديالها ونبطنوا بلا القب, ما تيبقى هذاك جزء هذاك تبطن القب, ونتنيو الكمام باش يبان ذاك الروفير ديال الكميمات ديالو, ولا اشاق حنا نلعبوها كلاسيكيه, هي اننا نلبسوا معطف اللي هو جلابه ونحلو ونبطنوه كومبليتمون بالاحمر, ولا ما بطناش نديروا اشاق حمراء. ليشارب كيفاش كيتم اختياره عند الرجل؟ لانه ربما بالنسبه للسيدات سهل اننا نديروا كاشكول ولا اشارب ولا يعني كاب ولا سلهام, ولا سلهام وي الراجل سلهام تعودنا كنشوفوه بسلهام,
كاب إشارب إشارب كنعرفوا بأن دابا اليوم اللي دارج على الموضة في الموضة الأوروبية هما دوك لي إشارب الكبار عند الرجال، ودوك لي إشارب أنا كنحب النظرة أنني ندير رزز رزة، وداك الرزة نخدمها الرزة ديالنا التقليدية نخدمها، حيت كاين بزاف المناطق في المغرب اللي هما كي عندهم الرزة، وكل رزة عندها واحد الاسم ديالها في هاد المناطق، وناخذوا الرزة ونديروا فيها الباس مونتري التكرير، ويكون داك التكرير تتكون لابس رزة كإشارب، كاين اللي كيلبسها رزة، حنا أنا كنحاول ندرج هاد الموضة اليوم اللي تكون هي إشارب بالنسبة للرجل، واخا يلبس كوستار يدير رزة تبارك الله كتجي جميلة وراق على حسب طبيعة الألوان، على حسب طبيعة الألوان، ودابا كنحاول نحط واحد التشكيله اللي هي غير ديال لي زاكسيسوار، منها هاد الرزات في الالوان اللي هما في الاسود في الاصفر في الليموني في البني في الرمادي، اللي يقدروا يتمشاو مع جميع الانماط اليوميه. ناخذوا سؤال بعجاله ونمشيو فاصل. سؤال كيقول الله يخليك، بغيت نهدي الزوج ديالي اليوم وما عرفتش كيفاش نختار شي حاجه بيرسوناليزي، لان هادشي اللي قلته كيبان ليا مش الحل. دابا كاينين الا بغات لباس تقليدي باقي الحال تقدر تمشي لبريت ابورتي وتاخذ ليه اي حاجه بغات، هي تزيدها بواحد النكهه اللي هي حمراء مثلا. تقدر تاخذ دابا كاين ماركات مغربيه اللي نقدروا نلقى عندهم بزاف ديال هذا اللباس المغربي، وتقدر في هذاك اللومبالاج تلوح وريضه حمراء ولا شي حاجه اللي تسامبوليزي بها هذه المناسبه، ونقدروا نمشيو حوايج اخرى اللي هما دير واحد لو كوفخي، ويكون كوفخي اللي هو بحال عرفتي دوك الكفيفات ديال القصب اللي كنا كنديرو شحال هادي اللي بيبي، تقدر تعمرها بالبارفان ودير بارفان، دير عاوتاني ايشارب ولا كاشكو بالفورو اللي كيتلبس حتى هما اللي بدينا كندرجو حتى هو في الموضه في هاد الاعوام الاخيره، وتحاول تعمر هذيك القفه بجميع الانواع اللي هما ديال الورد اللي كيبغي الزوج ديالها، ديال الورد وديال الريحه، ودير معاه الشكلاط عاوتاني صغير ندير في بوطه العرعار، وتعمر داك الكربه وداك لاكوربي، تحاول تزينها بتوربون اون ساتان روج، ودير لها بوني ديالها تدير وريضه به وصافي، وتهدير واحد الكوفخي اللي يصلح ليه تحطو في الطوموبيل يدير فيه المسائل ديالو، اللي غيصلح ليه في يوميه ديالو، اللي غيستعمل داكشي اللي داخل ديالو فيه. نعم، توقفوا مع فاصل ونرجع معك عبد الوهاب. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، ولكن ما سخيش بكم، ما بقاش معنا وقت اللي يمكن انا نوصلوا به. كنشكركم بزاف، كنشكر عبد الوهاب بن حدو اللي حضر معنا اليوم وشرفنا. شكرا لك يا سوكي. شكرا لك، كل عام وانت بخير. وانت كذلك وجميع المستمعين والمستمعات هما، ونتمنوا هاد الحلقه تنال اعجاب جميع، نالت اعجاب جميع المستمعات. مرحبا ومشكور جزيل، شكرا لك كل المعلومات اللي تقسمتيها معنا، وكل عام وانت في احسن الاحوال ومحبه وقلبك الطيب. مرحبا وأهلا وسهلا، الله يحفظك. كنشكر صابر فوندا رافقنا اليوم في الإخراج، كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت مشاغب، كل عام وأنت عزيز وقريب، الله يحفظك صابر، شكرا لك. كنشكر كل مستمعينا الكرام وكل أوفيائنا بطبيعة الحال، وكنقول كل عام وأنتم بألف خير. تحياتنا لياسين، تحياتنا لكل الزملاء وكل مستمعينا، كل عام وأنتم بخير، على المحبة نودعكم أوفيائنا الكرام، وكنتمنى دائما أنكم تكونوا في أحسن الأحوال، مادام كاينة فرصة فاش نخلقوا المحبة ونفرحوا علاش لا، ما نترددوش أننا نخلقوا لحظات السعادة في حياتنا، لأن الحياة قصيرة بزاف، نحاولوا أننا نستفدوا منها ما أمكن. حول الحب انه يدخل البيوت ديالنا والحياه ديالنا، هذا هو اللي كنحاولوا نشوفوا. صافي ما كاينش شي هضره من مورا هادي، والسلام عليكم.